الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا المقطع الأول حول البحث العلمي، أساسياته ومساعدته في اتخاذ القرار. الآن وأنهينا تقريبا حول دور البحث العلمي في صناعة القرار، هذا في المقطع الأول. الآن إن شاء الله في هذا المقطع الثاني سأبين عدة أشياء، منها دور البحث العلمي في صناعة القرار، يعني كم الآن يساعد البحث العلمي في توفير القرارات المناسبة أو إعطاء الإدارة العليا يعني خيارات متعددة، ثم نكمل عن أشكال وأنواع البحث، وأخيرا ننتهي بخطوات البحث، لكن نذكرها ذكرا، ثم في المقطع الثالث بإذن الله تعالى نشرح كل خطوة. وإذا على بركة الله نبدأ. الآن يتعلق صنع القرار حسب ما رأي العالم والفيلسوف هربرت سايمون، يتعلق بأمور ثلاثة أساسية. أولا، القرار يحتاج إلى نشاط جمع المعلومات والبيانات، نسميه intelligence activity. intelligence طبعا بالترجمة كما يترجمها كثير من مجامع اللغة العربية إلى مخابرات، لكن هي intelligence معناتها تعود إلى الذكاء، والذكاء يحتاج يعني حتى نصل إلى نتيجة معينة من حول قرار معين، يجب أن تجمع المعلومات والبيانات عن هذا، عن الظاهرة التي يراد أن يتخذ القرار حولها وما شابه. فهنا نشاط جمع المعلومات والبيانات اسمه باللغة الإنجليزية intelligence activity، أو البعد هذا اللي هو intelligence activity، بعد نشاط جمع المعلومات والبيانات، أي مسح البيئة والتعرف على، ليس البيئة الطبيعية نتحدث عن environment، لا، لنفترض أنه الآن أريد أن أتعرف عن عدد المستهلكين الذين يرغبون باستهلاك مادة الآيس كريم أو مادة مثلا الحلويات من شكل معين، سلعة الحلويات، وبالتالي بيئتي هو السوق بالحالها أو في مجتمع ما. إذن هنا مسح البيئة المتعلقة بالمعلومات والتعرف على ظروفها وأحوالها من أجل صنع القرار الأسلم. بمعنى آخر، إذا يعني والله في مجتمع كثير منه يعني لا يرغبون بهذه السلعة، فيجب علي الآن أن أقدم لصاحب القرار معلومات عن أنه والله هذا المجتمع لا يرغب بهذه السلعة. إذن ضروري جدا نتحدث عن بيئة المجتمع الذي يعني الذي نريد أن نسوق هذه البضاعة عليه، مهم جدا. إذا ثاني، نشاط التصميم design activities، أي التعرف على أفضل الخيارات أمام القرار الأصوب. معنى آخر، عندما أقدم الآن توصية إلى صاحب القرار بواسطة البحث العلمي، يجب أن يكون القرار مصمم على نحو محكم ما أمكن ذلك، لكن بالاستعانة بالبحث العلمي. والبعد الثالث والأخير هو نشاط الاختيار، يجب أن أعطي، أن أقدم أنا كباحث الآن، أن أعطي أو أقدم لصانع القرار عدة خيارات لاتخاذ القرار، وهو يختار طبعا مع توصية recommendation من هو أفضل قرار من حيث الكلفة، من حيث سرعة التنفيذ وما شابه، اللي هم يسمونه نشاط الاختيار choice activity، هنا design activity، هنا intelligence activity، اللي هو طبعا اختيار أفضل قرار ممكن من بين البدائل المتاحة. نكمل على بركة الله. العوامل المؤثرة في قرارات الإدارة مهم جدا، لأن البحث العلمي هنا له يعني باع طويلة. هناك عوامل داخلية internal factors تتعلق بالموارد والتقنية المستخدمة فيها والتدفقات النقدية والقوى العاملة في منشأ ما، في مؤسسة ما، في شركة ما. الآن يجب علينا أن نتعرف على العوامل الداخلية internal factors. هذه العوامل تتعلق بالموارد المتاحة للمنشأة والتقنية technology المستخدمة فيها والتدفقات النقدية ما يسمى الكاش فلو والقوى العاملة labor force. مهم جدا الآن أن يتعرف صاحب القرار عن أثر العوامل الداخلية في قراره. ثاني، عوامل خارجية external factors مثل سياسات الحكومة وقوة النقابات العمالية على سبيل المثال، يعني نعطي أمثلة فقط، والعوامل السياسية والعوامل الاجتماعية والبيئية والبيئة القانونية عفوا، وعوامل جغرافية وثقافة محيطة. يجب على الباحث العلمي أن يدرس الثقافة السائدة في المكان في الزمان وهكذا، اللي حتى يساعد صاحب القرار باتخاذ القرار المناسب. هناك عوامل كمية quantitative factors مثل الوقت اللازم للوصول إلى هدف معين، مثلا
يعني أجرينا بحثا علميا عن الإنتاج في منشأة ما في على خط إنتاج معين، فيجب أن نعطي مثلا يعني كمية الإنتاج من السلعة خلال وقت معين، توفير الموارد وكلفتها، توافر الموارد عفوا وكلفتها. رابعا عوامل نوعية qualitative factors مثل معنويات العاملين، نشاطهم أو أنشطتهم، ذكائهم، قدراتهم على التكيف، والمخاطر التقنية وما شابه. مهم جدا الآن المخاطر التقنية technological risk، مهم جدا يعني هل التقنية المستخدمة الآن مناسبة ولا هناك في يعني ظن بأن التقنيات ستتغير، تقنيات الإنتاج وما شابه، أو الشغلة يعني السرعة التي ننتجها هل يعني مناسبة للسوق ولا أم لا. خامسا عوامل اللا يقين uncertainty factors، يعني لا يستطيع أي إنسان أن يتنبأ بالمستقبل، لكن يتلمس بواسطة التفكير العميق والبيانات التاريخية وما شابه. فهنا يجب على البحث العلمي أن يأخذ بعين الاعتبار عوامل اللا يقين حتى يساعد الإدارة في اتخاذ القرار. هي العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها قبل اتخاذ القرار. أوكي، هذه مهم جدا جدا. الآن ننتقل إلى أنواع أو أشكال البحث العلمي، مهم جدا أحبتي. البحث الوصفي descriptive research مقابل البحث التحليلي analytical research. ما الفرق بينهما؟ البحث الوصفي هو عملية التحقق من المعلومات. لنفترض أنه باحث علمي ما قام بإجراء بحث بناء على معلومات، يجب عليه أن يتحقق معلومات اللي هي الحقائق، البيانات، الأرقام، أطوال، أوزان، أشكال وما شابه المتوافر عن الظاهرة طبعا، بهدف وصف وشرح صفات المعلومات عن فرد أو مجموعة أو موقف ما أو ظاهرة ما طبعا، وبياناتها كما هي في وضعها الراهن. على سبيل المثال جمع معلومات عن أعمار الطلبة ووصفها بشكل معين، كأن نقول متوسط الأعمار، أطول الأعمار، أقل الأعمار، أقصرها وما شابه. البحث التحليلي الآن هو عملية اختبار فرضيات عفوا hypothesis testing، اختبار فرضيات اللي هو وصف وشرح العلاقات داخل ما. لنفترض الآن أنا أتحدث عن الناتج المحلي الإجمالي على سبيل المثال والاستثمار، فهناك ثمت علاقة، كلما زاد الاستثمار زاد الناتج المحلي الإجمالي، وإذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي ربما نتيجة لانخفاض الاستثمار. ما يعني الآن هذا بسميه بحث تحليلي، البحث التحليلي طبعا وصف وشرح العلاقات بين المتغيرات إن كان موجود، إن وجد بتحليل الحقائق اللي هي المعلومات المتوافرة. الآن هناك بحث تطبيقي applied مقابل بحث أساسي. المقصود بحث التطبيقي أو ما يسمى بحث الفعل action research هو البحث الذي يجرى من أجل حل مشكلة حياتية معينة تتطلب فعلا ما action، لازم يجب أن نتخذ قرار معين أو تنفيذ قرار لسياسي ما بسمه policy decision. مهم جدا أخي وحبيبي الطالب المتابع. عندنا الآن مقابل البحث الأساسي أو ما يسمى البحث الصافي basic or pure research، هو البحث الذي يجرى من أجل المعرفة والمعرفة فقط من غير أي نية لتطبيقها على أرض الواقع. وعادة هذا البحث ما يجرى من أجل الفضول الفكري ولا يتعلق عادة بمشكلة ما. نتابع البحث الكمي مقابل البحث النوعي quantitative research مقابل qualitative research. المقصود بالبحث الكمي عادة ما يستخدم من أجل قياس كمية أو مقدار ما من ظاهرة ما باستعمال التحليل الإحصائي statistical analysis، كأن نقول جمع معلومات عن دخل الأسرة في بلد ما وتحليل بيانات من حيث المتوسط والتباين والمنوال والوسيط وما شابه، يعني مؤشرات إحصائية مهمة. أما البحث النوعي qualitative research هو البحث الذي يستهدف استكشاف وشرح نوعية الظاهرة، ظاهرة ما، نوعية الظاهرة ما وخصائصها النوعية. وقد يختلط في بعض في كثير من الأحيان كثير من الحالات طبعا مع البحث الكمي، يعني بمعنى آخر هنا بيكون البحث الكمي مكمل للبحث النوعي أو العكس، البحث النوعي بيكون مكمل أو متمم له. كأن نقول هنا عفوا خطأ طباعي، نقول بأن رغبات أو اهتمامات الإناث تنحصر في شيء ما، ثم يقوم الباحث بشرح الأبعاد الكمية عن الظاهرة التي تتعلق برغبة الإناث. لنفترض أنه مثلا مواد التجميل، لنفترض يعني فالآن الإناث
ورغبتهم بمواد التجميل هنا. إذا الظاهرة هي الإناث، نفهم خصائص الإناث في هذا الوضع وهكذا. البحث المفاهيمي conceptual research من أهمه مقابل البحث الاختباري empirical. طبعا بعض العلماء العرب ترجموا المصطلح هذا اللي هو empirical امبريقي، وهو طبعا يعني أنا بالنسبة لي بضحك عليه محل استهزاء، يجب أن يعني يعطوه. أنا بالنسبة لي اخترت له الترجمة أخرى هذا يعني سأذكرها اللي هو البحث الاختباري الاختباري. أما الآن البحث المفاهيم هو البحث الذي عادة ما يلجأ إليه الفلاسفة والمفكرون من أجل تطوير مفاهيم concept جديدة أو إعادة تفسير المفاهيم الموجودة. أما البحث الاختباري هو البحث الذي يعتمد على بيانات مستقاة من الخبرة experience أو المشاهدة الفعلية فقط، وعادة ما يجرى من أجل الوصول إلى استنتاجات غير محددة مسبقا من غير التزام بنظرية أو منظومة فكرية معينة. نيجي الآن أنواع وأشكال أخرى. بحث يجرى لمرة واحدة One Time Research، يشرح نفسه بنفسه أنه أنا فقط قمنا بإجراء هذا البحث لمرة واحدة. في عندي البحث الطولي، الطولي Longitudinal Research، بحث يجرى خلال فترات زمنية متعدة متقطعة، يعني قمنا هذا الشهر ثم بعد شهرين ثم أربعة حتى نحقق أنه هاي الظاهرة مستقرة أو لا وكذا. البحث الاستكشافي exploratory research اللي هو إما بسموه بحث أولي preliminary، هذا هو بحث أولي preliminary يجرى من أجل دراسة واستكشاف ماهية مسألة أو ظاهرة ما عادة لا يملك عنها الباحث سوري بعض خطأ طباعي معلومات مسبقة أو أنه يملك معلومات قليلة عنها. يهدف البحث إلى توليد أفكار جديدة أو صياغة محكمة أكثر للمسألة تحت الدراسة، وهذا الشكل من الأبحاث يندرج تحت العنوان ذاته اللي هو استكشافي أو بحث استكشافي، أي بحث استكشافي أو بحث استنباطي formulated research كما ذكرنا في المقطع الأول. إذا هذا البحث الاستكشافي هو نفسه formulated research اللي هو بحث استنباطي. نكمل البحث التالي طبعا هو الأول، عفوا في خطأ بالإنيميشن. البحث التجريبي experimental، هنا يعني كلمة experimental في كثير بالإمبريكال سوى، لكن هنا تجريبي ترجمت أنا. البحث التجريبي هو البحث المصمم من أجل تقييم أثر متغير على متغير آخر أو أثر متغير على ظاهرة ما مع بقاء العوامل أو المؤثرات أخرى ثابتة كونست أو تحت السيطرة كنترول. البحث التاريخي هو بجوز آخر بحث نتحدث أو شكل من أشكال البحوث، هو دراسة سجلات لبيانات سابقة تاريخية، كأن نقول والله أسعار السلعة هاي قبل 10 سنوات قبل 5 سنوات قبل 2 سنين والآن مثلا، ومصادر المعلومات التاريخية في سبيل معرفة أصلها التاريخي وتطورها مع الزمن واستكشاف الاتجاهات فيها، وذلك من أجل فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل. الآن سيرورة البحث اللي هي خطوات البحث، وهو آخر مقطع أقدمه. مهم جدا أخي وحبيبي الطالب أن تتابع يعني كل حرف هنا. الخطوة الأولى من سيرورة البحث من خطوات البحث العلمي هي تعريف مشكلة البحث، من الأهمية بمكان تعريف مشكلة البحث. ما الذي ستقوم به؟ ما هي المشكلة التي الظاهرة التي ستعالجها أو تبحث بها؟ طبعا إن شاء الله في المقطع الثالث سأقدم تفصيل لكل واحدة من هذه الأشياء. الآن هذا يترتب عليه أنه الخطوة الثانية ماذا؟ تتكون من جزئين، مراجعة المفاهيم والنظريات، ثم الآن مراجعة الأدبيات السابقة. في هناك أي بحث يعني بيكون في مفاهيم ونظريات وما شابه لابد أنه يراجعها الباحث قبل أن يخوض بها، مفاهيم مسبقة نظريات مسبقة، ثم الآن مراجعة الأدبيات السابقة اللي هي literature review نسميها إحنا، مهم جدا أن يرجع لها. الخطوة الثالثة الآن أنه صياغة الفرضيات. ما هي الفرضيات؟ بعد أن يعرف المشكلة ثم يراجع المفاهيم والنظريات ويحدد طبعا مشكلة البحث، هون تحديد مشكلة البحث من مراجعة المفاهيم والنظريات مراجعة الأدبيات، ثم الآن ما الذي يعني الافتراضات الذي هو ماخذها بعين الاعتبار، فنسميها صياغة الفرضيات hypothesis formulation. الآن تؤدي إلى الخطوة الرابعة، هذه تصميم البحث بما في ذلك العينة، إذا كان في عينة طبعا، إما عينة عشوائية
أو سلسلة زمنية عشوائية، يعني سلسلة تاريخية من البيانات. فهذا تصميم البحث بما في ذلك العينة. الآن خطوة الخامسة جمع البيانات حتى يعني هنا الآن جمع البيانات، بمعنى آخر من نعمل تنفيذ للدراسة للبحث العلمي execution. الآن رقم ستة الآن اللي هي تحليل البيانات واختبار الفرضيات، مهم جدا، يؤدي إلى الخطوة السابعة هذه تفسير النتائج وتقديم التوصيات. لكن الآن في إشي عندي اسمه تغذية راجعة وتغذية إلى الأمام. هنا الآن بعد أن أفسر النتائج وتقديم التوصيات أرجع إلى اختبار الفرضيات، لأن هي تغذية راجعة. صحيح لك هذا الكلام توصلت له أنا كمان صحيح بناء على هذه الفرضيات، ثم بعد أن أحلل الآن بيانات واختبار الفرضيات أوكي في عندي تغذية راجعة أنه جمع البيانات، هل البيانات التي جمعتها كانت صحيحة؟ تغذية راجعة مهم جدا. هنا الآن في تغذية الأمام من الخطوة الرابعة الآن تصميم البحث مما في ذلك عينة إلى تحليل بيانات واختبار الفرضيات، تغذية الأمام. هنا بغذي هنا تحليل بيانات بمهم بعد ما أن أصمم تحليلها، وبالتالي هنا هذا يعتمد على هذا بطريقة غير مباشرة. والآن كل هذا سيرورة البحث السبع خطوات هذه مهمة جدا مرتبطة مع بعضها البعض من خلال تغذية الأمام من هنا إلى هنا، ثم من هنا إلى هنا تغذية راجعة. أكون بذلك قد انتهيت الآن من خطوات البحث العلمي، فقط ذكرتها إن شاء الله. المقطع القادم بإذن الله تعالى سنقدم ماذا؟ تعريف مشكلة البحث، لكن بالتفاصيل بإذن الله لكل واحدة من خطوات البحث العلمي. وإن شاء الله إلى لقاء قريب جدا على الخطوة على المقطع الثالث بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.